السلام عليكم. النهاردة هنشرح بيبر مهمة جدا، وهي الـ الـ يعني البيبر اللي قام عليها الموديل اللي هو بتاع أليكس نت. وطبعا هي واحدة من البيبرز المهمة والأساسية جدا في الماشين ليرنينج والكلاسيفيكيشن يوزنج النيورال نت، الكونفولوشن نيورال نت. طيب دي البيبر الأساسية دي، أنا أرفعها على الجيت هاب ريبو، هحط اللينك في الوصف تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. فتعالوا نبص كده نقرا مع بعض كده الايه، هنحاول يعني ما نخليش الفيديو كبير. طيب هو الراجل بيتكلم هنا عن ابستراكت، بيقول والله ان احنا كان عندنا 1.2 مليون هاي ريزولوشن ايمجز، مليون و200 الف صوره، في داتا سيت اسمها ايمج نت ال اس في ار سي 2010 مسابقة، وفيها كام كلاس، فيها 1000 ديفرنت كلاس، كلاسز بقى زي مثلا ليوبارد، انواع النباتات، انواع يعني ما الى ذلك، يعني كلاسز مختلفة. هو ده القصد هنا من الكلاسز. طيب هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان احنا عندنا عملنا كونستراكت، ده خلي بالك ده الابستراكت بس، ده يعني بيديك اوت لاين كده. عندنا 5 convolution layers some of which are followed by max pooling layers، بيعمل max pooling في اول خمسة ايه، اول خمسة convolution دوت الاركتكتشر. وبعد كده عندنا ثلاثة fully connected layer with a final ألف way soft max. soft max هي الايه، الاكتيفيشن بتاعت اللاير الاخيرة. طيب يبقى احنا عندنا كده النتورك بتاعتنا اللي هي الالكس نت دي مكونة من ايه، من 8 layers، 5 convolution و3 fully connected. طيب to make training faster we used non-saturating او ما الى ذلك GPU implementation of the convolution operation. طبعا الالكس نت كان اياميها يعني لسه الموضوع بادئ، اللي هو بتاع الجي بي يوز وما الى ذلك. فهنشوف في الاركتكتشر ان هم ازاي استخدموا 2 جي بي يو وخلوا الاثنين جي بي يو دول يتكلموا مع بعض في سيرتين لايرز، يعني مش بشكل، هنشوف برضو هم هو محدد في الـ في الـ في الـ في الدايجرام هم بيتكلموا مع بعض في انهي لاير. طيب هو برضو قال لك عشان نريديوس الاوفر فيتنج في الفولي كونكتد لاير عملنا لميثود جديده حاجه اسمها دروب اوت. طبعا الدروب اوت ما عادتش ميثود جديده، بس انت بتتكلم ان الكلام ده كان في 2012 بالنسبه لهم. الدروب اوت دوت يعني ده هو بيقول لك اهوت وي امبلويد ا ريسنتلي ديفلوبد ريجولاريزيشن ميثود كولد دروب اوت. طيب تعال نبص كده على الانترودكشن. طيب هو بيقول لك ايه، بيقول لك والله ان احنا بنعمل سمبل ريكوجنيشن تاسك كان بي سولفد كوايت ويل وذ داتا سيت اوف ذا سايز سبيشلي if they are augmented with label preserving transformations. الكلام ده معناه ايه؟ بيقول لك والله ان احنا كنا بادئين يعني بداتا سيتس قليله، حاجات صغيره زي السي فور 10 والسي فور 100. طبعا احنا هنعمل الامبلمنتيشن بتاعنا على السي فور 10 عشان طبعا الداتا هتبقى يعني ضخمه محتاجه جي بي يوز وبتاع، ويعني موضوع كبير. فهو بيقول لك ان السمبل تاسكس بتاعت الريكوجنايزيشن بتاعت مثلا زي الامنست ديجيت ريكوجنايزيشن او ريكوجنيشن تاسك، كل الحاجات ديت يعني ايه كانت كويسه، بس لما بتروح بقى للرياليستيك سيتنج الموضوع بيبقى صعب. و كانت الحاجه بقى ان احنا ايه بقى عشان نعمل بقى نقدر ان احنا نعمل رياليستيك او نجيب صور ان احنا نقدر نعمل عليها فعلا شغل كويس، ان انت محتاج لارجر تريننج داتا سيت، وكمان موضوع الايه، موضوع الجي بي يو. طيب الداتا سيت اللي هم استخدموها فيها اوفر 15 مليون ليبلد هاي ريزولوشن ايمجز ان اوفر 22000 كاتيجوريز، دي اللي هي الداتا الكبيره بقى خالص. طيب كويس جدا. تعالى نبص. هو هنا بيتكلم ايه تاني؟ كنا عايزين بس نوضح ان خلي بالك ال دي اللي هي الايمج نت الكبيره كلها. هو قال لك انا حطيتها على ايه، قال لك احنا استخدمنا 1.2 مليون هاي ريزولوشن ايمجز اون ذا ايمج ان ذا ايمج نت كذا، اللي هي الكبيره 1000 ديفرنت كلاسز. انما الكبيره خالص بقى يعني هو اخد زي سبسيت منها كده، فين 15 مليون و22000 ايه كاتيجوري، 15 مليون صوره. طيب نتكلم على ايه تاني. هو كان بيقول بقى ان احنا بدانا نستخدم الكونفوليوشن نيورال نتوركس، وهي بالمناسبه هي حاجه قديمه بس ما كناش عارفين نعمل لها امبلمنتيشن، وان انت تكنترول بقى الدبس والبريتس بتاع الايه، بتاع النتورك دي، يعني عدد اللايرز قد كذا والنيورونز وما الى ذلك يعني. طيب الموضوع بدا ازاي بقى، بيقول لك ان والله الكرنت جي بي يوز بيرد ويز هايلي اوبتمايزد امبلمنتيشن اوف 2 دي كونفوليوشن، يعني الجي بي يوز الموجوده مع التكنيكس الموجوده
بقى في امكانيه ان انت تعمل ايه، تريننج اوف انترستنجلي لارج سي ان انز، ان انت تقدر ان انت تعمل ايه، تعمل تريننج لسي ان انز كبيره، كونفولوشن نيورال نتوركس كبيره. الحاجه الثانيه كانت الداتا، وقال لك ان احنا كان عندنا الايمج نت اللي هي فيها ليبلد اكزامبلز، انف ليبلد اكزامبلز تو ترين ساتش مودلز وذاوت سيفير اوفر فيتنج، بدون ما يحصل اوفر فيتنج ايه، بدون ما يحصل اوفر فيتنج جامد. طيب هو انا بتكلم على الجي بي يو امبلمنتيشن بتاع 2 دي كونفولوشن. طيب ايه الحاجه اللي بعد كده، هو بيتكلم بقى هنا على اركتكتشر او الفاينل نتورك كونتينز 5 كونفولوشن و3 كونكت اللي هم 8 لايرز بتوعنا. وبيقول لك ان this step seems to be important، الموضوع ده مهم جدا. ليه بقى؟ بيقول لك ان لقينا ان احنا لما هن remove any convolution layer، لما هنشيل اي واحده من الثمانيه دول، each of which contains no more than 1% of the middle parameters، يعني كل layer منها فيها واحده 1% من المودل parameters، resulted in inferior performance، البرفورمانس ايه راح في داهيه يعني. وبعد كده بيقول لك والله ان احنا استخدمنا 2 جي تي اكس 530 3 جيجا بايت جي بي يوز، وكمان بيقول لك ان احنا ايه الاكسبيرمنتس بتاعتنا بتقول او بترجح ان والله ممكن نحصل كمان على اكيورسي اعلى لما بي ايه لما يبقى في جي بي يوز اجمد وداتا سيتس اكتر. خلي بالك الكلام ده في 2012، طبعا الجي بي يوز دي يعني قديمه خالص يعني. طيب هو هنا بيتكلم برضو الجزء ده عن داتا سيت بس 15 مليون ليبلد و22000 كاتيجوري، اتكلمنا عن الكلام دوت. طيب الشغل بقى هو بيقول لك احنا عملنا ايه، احنا عملنا داون سامبلد ايمجز تو افيكسد ريزولوشن، يعني كان عندهم صور بكسلات كتيره سايزز مختلفه، قال لك احنا هننزلها لايه 256 في 256. طيب هل هم عملوا حاجه تانية؟ قال لك لا، احنا بس وي ديد نوت بري بروسيس ذا ايمجز ان اني اذر واي، احنا ما عملناش اي بروسيسنج تاني اكسبت فور سبتراكتنج ذا مين اكتيفيتي اوفر ذا تريننج سيت فور ايتش بيكسل، سو وي تريند اور نتورك اون ذا سنترد رو ار جي بي فاليوز اوف ذا بيكسلز. يعني هو سنتر الصور بس كده، وقال لك ايه و256 في 256. طيب ادخل بعد كده على الاركتكتشر. طيب هو الاركتكتشر زي ما احنا شرحنا ما فيهوش اي جديد يعني. طيب بعد كده هيخش على الريلو. خلي بالك الناس كانت اياميها، هو هنا يعني في البيبر هو بيقارن الريلو بالتانش، تمام، بالاكتيفيشن، الاكتيفيشن اللي هي التانش. طيب والله هو ايه الفكره بقى هنا؟ هو بيقول لك ان احنا لما جربنا التانش، يعني هو الفكره طبعا ده باين يعني، بيقول لك هو افور لير كونفولوشن نيورال نت وذ ريلو ريتشز ا 25 تريننج ايرور ريت اون سي 14 6 تايم فاستر ذان ان ايكوفالنت نتورك وذ تانش نيورونز اللي هي الايه الداش لاين. يعني بيقول ده الداش لاين دوت اللي هو التانش والريلو اللي هي السوليد. فبيقول لك ان احنا وصلنا ل 25 ايرور تريننج ايرور على السي 14 وست مرات ايه، ست مرات اسرع من اللي احنا ايه استخدمنا فيها التانش. يعني شوف عدد الايبوكس هنا في 5 ايبوكس وصل لنفس الايه لنفس التريننج ايرور اللي هو هيوصل له بعد 35 ايبوك يوزنج التانش. طبعا الريلو يعني ثوريه في الحته دي، والبلوت يعني موضح القصه دي. طيب تعالى نتكلم حته التريننج اون مالتيبل جي بي يوز. طبعا انا مش داخل في يعني انا بس انا معلم حاجات في البيبر بحيث ان ايه الوقت الفيديو ما يعني ما يسرحش مننا، ما يبقاش كبير، في نفس الوقت برضو نبقى عدينا كده عملنا اوفر فيو كده على البيبر. هو بيقول لك سنجل جي تي اكس 580 جي بي يو هاز اونلي 3 جيجا بايت اوف ميموري. طيب احنا عملنا ايه بقى؟ بيقول لك احنا عملنا اكروس تو جي بي يوز، حطينا الجي بي يوز مع بعض وخلينا الجي بي يوز يقروا ويقدروا ان هم ريد اند رايت تو ايتش اذر ميموريز في لير من اللايرز، وده اللي ايه وده اللي احنا حتى هو انا معلم على الجي بي يوز كوميونيكيت اونلي ان سيرتن لايرز، وده اللي احنا او تعالوا نبص عليها يعني سريعا كده، هننزل بس كده. ده الاركتكتشر اهو، هو طبعا اسمه هنا 2 لان في 2 جي بي يوز. حلو، الاثنين جي بي يوز بيتكلموا هنا في اللاير دي، شايفين شايف الداش لاينز دي، هم دول بيتكلموا هنا. لو بصيت على بقيه الاركتكتشر مش هتلاقي الموضوع ده، هم هنا بيتكلموا في اللاير دي. تعالوا نرجع تاني تريننج اون مالتيبل جي بي يوز. طيب اللوكال ريسبونس نورماليزيشن، كل دي طبعا تكنيكاليتيز يعني لو انت حابب تقراها يعني اتفضل. طيب الاوفرلابنج بولينج، هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على البولينج، ايه حته وتاثيره، يعني ايه حته البولينج، وكمان تاثيره ان هو بيريديوس الايرور ريت باي 0.4 اند 0.3 ريسبكتيفلي.
طيب هنروح على الاوفرال اركتكتشر. طبعا برضو الكلام الاوفرال اركتكتشر دوت هو هيشرح لك بقى، هيقول لك والله الفيرست كونفولوشن لاير 224 في 224 في 3 ار جي بي ايمج 96 كيرنل، السايز بتاعها كذا، السترايد كذا، والبادنج. طبعا البادنج هو ايه؟ سيم. هنشوف الكود يعني. طيب ايه تاني هنا برضو الشرح، يعني هو بيقول لك 250 كيرنل سايز كذا كذا كذا، ثيرد فورث فيفث كونفولوشن لاير ار كونكتد تو وان انذر ويزاوت اني انفينينج بولينج اور نورماليزيشن لايرز، ثيرد كونفولوشن عندها كذا 384 كيرنل سايز كذا. وهو ايه بيقول لك خلاص، وهو اخر حاجه يعني تفضل ماشي ماشي معاه عشان تعمل كونستراكشن، وبعد كده الفولي كونكتد لاير عندك ايه 4096 ايه نيرون. طيب هو دلوقتي عشان يعمل ريديوسنج للاوفر فيتنج عمل ايه؟ قال لك والله احنا في الريديوسنج اوفر فيتنج عندنا اور نيورال نتورك اركتكتشر هاز 60 مليون بارامتر. طيب عشان نعمل ريديوس للاوفر فيتنج عملنا ايه؟ والله هو استخدم حاجه طبعا برضو كلنا بنستخدمها النهارده اللي هي الداتا اوجمنتيشن. فقال لك احنا عملنا تو ديستينكت فورمز اوف داتا اوجمنتيشن. طيب اللي هم ايه؟ قال لك الترانسليشنز والهوريزونتال ايه ريفليكشنز. ده الفيرست فورم. طيب السكند فورم اوف داتا اوجمنتيشن كونسيستس اوف الترينج ذا انتنسيتيز اوف ذا ار جي بي شانلز ان تريننج ايمجز سبيشالي بيفورم بي سي اي. البي سي اي دوت هو حاجه، هي تكنيك مهمه جدا في الماشين ليرنينج، اختصارا لحاجه اسمها برنسبل كومبوننت اناليسيس. برنسبل كومبوننت اناليسيس دي تكنيك بتستخدم في الدايمنشناليتي ريدكشن. يعني لو عملت سيرش على الدايمنشناليتي ريدكشن هاو تو، لو عندك حاجه فيها دايمنشنز كتير جدا ازاي تقلل الدايمنشنز بدون ما تضيع الاسنس بتاعت الداتا بتاعتك، ففي تكنيكس استخدموها اللي هي البي سي اي دي مهمه جدا جدا جدا. فدول الطريقتين اللي هم استخدموهم في الداتا ايه في الداتا اوجمنتيشن. بيقول لك برضو معلومه مهمه جدا، الداتا اوجمنتيشن سكيمز ار ان افكت كومبيوتيشنال فري، يعني ما كلفتوش اي كومبيوتيشنز. طيب بعد كده نروح على دروب اوت. طبعا هو كاتب لك هنا هو ذا ريسنتلي انتروديوس تكنيك كولد دروب اوت، وكمان هو بيشرح لك بيقول لك ذيس تكنيك ريديوس كومبلكس كو ادابتيشنز اوف نيورونز سينس ان نيورون كان نوت ريلاي اون ذا بريزنس اوف بارتيكولر اذر نيورونز. هو بيقلل الكومبلكسيتي. وموضوع طبعا دروب اوت دوت مهم جدا لان هو منع عندهم حكايه الايه حكايه الاوفر فيتنج. طيب بعد كده عندك الديتيلز اوف ليرنينج، وهي برضو يعني تفاصيل فنيه لو حابب انت تقراها يعني. بعد كده هنروح على الريزلتس بقى، تعال نروح على الريزلتس. برضو الريزلتس يعني اهم حاجه بالنسبه لنا ان هو ايه، ان تعال نبص على الجدولين دول تيبل 1 وتيبل 2. هو بيقول لك هو كومباريزون اوف ريزلتس اوف الداتا سيت 2010 achieved by others. يعني هو بيقول لك والله عندنا مودلز اسمه سبارس كودينج سيفت وفي وبعدين سي ان ان. تمام طيب تعالى نبص بقى تحت على التيبل 2 اللي هو كومباريزون اوف ايرور ريت على الداتا سيت بتاعه 2012 فاليديشن اند تيست سيت. بيقول لك ان ايتالكس ار بيست ريزلتس achieved by others مودلز with an asterisk were pre trained to classify the entire image net 2011 full release see section 6 for details. طيب هو بيقول لك والله اللي هي الحاجات اللي هي بالايتاليك اللي هي السيفت والاف في اس دي حققت 26.2 ايرور ايه ايرور ريت. طيب هو هنا وصل اهوت للسي ان ان بتاعت اللي هي البري تريند، وصل ان هو يقلل الايرور لحد كام 15.3. طبعا ده ثوري يعني اياميها. هنا برضو نفس الموضوع، هو هنا بيقارن السبارس، بس خد بالك هو هنا الداتا سيت بتاعت 2010 تحت هنا قال لك الداتا سيت بتاعت ايه 2012. ال طبعا الموديل بتاعه ال CNN Convolution Neural Network حقق كام؟ حقق 17% error rate مقارنة ب 25.7 و 28.2 في ال other models. طيب بعد كده ايه؟ تعالوا نبص برضو على الفيجر 4 دوت. يعني ده برضو ده زي ايه؟ يعني دليل، يعني هو حط طبعا في البيبر بتاعته ان هو بيقول لك والله دي الاكيورسي اللي طلعت لنا لما جينا نعمل مثلا كلاسيفيكيشن للايه؟ للصور. سوري. فعندك مثلا والله الليوبارد بنسبه كبيره هو شايف ان ده ليوبارد، عندك او جاكور او شيتا، فيعني الحاجات قريبه ايه لبعض. طيب موتور سكوتر او جو كارت او موبت، يعني قريبه. في حاجات تانية ما كانش فيها كويس برضو، يعني زي مثلا الكونفرتبل اللي هي الجريل دي، وبعدين جريل
بيك اب يعني جايه تاني واحده. هو هنا يعني هو حاطط لك الرايت الرايت تشويس اللي هو الايه اللي عامله بامبي تقريبا ده، او يعني ممكن نعتبره كده. فعندك هنا مثلا هنا تشير اهوت، بس كان فيه هنا كونفيوشن ان في يعني هل ده يا ترى تشيري يعني الكرز، ولا دوت اللي هو الكلب اللي هو مش عارف بيسموه ايه كده نوعه ايه. فهو فشل ان هو يعمل له ايه، يعمل له كلاسيفيكيشن. بس فكده احنا وصلنا تقريبا يعني في ديسكشن بقى والريفرنسز. تعالوا نروح على البيبر، على قصدي الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن ده انا هحطه باذن الله على جيت هاب ريبو، وهحط اللينك في تحت في التعليقات، سوري في الديسكريبشن. طيب الالكس نت امبلمنتيشن، جبنا شويه لايرز، وبعد كده عملنا الاركتكتشر. عندنا ايه؟ قلنا عندنا 5 كونفولوشن، ادي الفيرست كونفولوشن، السكند كونفولوشن، الثيرد كونفولوشن. خلي بالكم من الكيرنلز، تلاقي كل حاجه مطبقه يعني، والريلو استخدمنا الريلو، ريلو ريلو، ثيرد كونفولوشن، فورث كونفولوشن، فيفث كونفولوشن. طيب دول الخمسه كونفولوشن اللي هم الايه الاساسيين بتوعي. وبعد كده قمنا بدانا نعمل ايه، بدانا نعمل الثلاثه فولي كونكتد لير. يبقى ادي واحده فولي كونكتد، عملنا فلاتن الاول طبعا 4096 زي ما هو كان الراجل كان كاتب، برده عملنا اكتيفيشن ريلو. وبعد كده في الاوتبوت لير طبعا بنخلي الاكتيفيشن ايه سوفت ماكس والكلاسز 10، لان انا شغال سي فار ايه سي فار 10. مش عارف انا قلت فين السي فار، السي فار، السي فار. ماشي، انا عملت الاركتكتشر هنا، وعملت كولينج لل عملت كولينج لل للداتا تحت. اوكي كومبايلينج شو هيدن اوتبوت. احنا في حاجه احنا ما بصيناش عليها. ماشي الكيراس كده هنا اركتكتشر الكومبايلينج ماشي تمام. طبعا هو انا ادانا ايرور، لان ايه نعمل بس هايد كده للحاج ده. طيب احنا جبنا الداتا اهوت فروم كيراس دوت داتا سيت امبورت سي فور 10، هي بلت ان جوه الكيراس. بعد كده رحنا على الترين تيست سبليت، بعد كده الوان هوت انكودنج، بعد كده عملنا الداتا اوجمنتيشن اللي هما كانوا اتكلموا عليه، مع يعني مش نفسه بالظبط، بس يعني عملنا داتا اوجمنتيشن. بعد كده حددنا الـ شويه فاكتورز الليرنينج ريت، وانا كاتب برضو هنا شويه نوتس يعني بحيث ان انت تقرا وتفهم. وبعد كده حطينا البارامترز بتاعتنا، الباتش سايز، الايبوكس. انا عملت هنا الايبوكس 5، طبعا الالكس نت محتاج عدد ايبوكس يعني مثلا ممكن نقول 50 ايبوك، بس انا حاطط 5 هنا بس عشان الاستريشن بس يعني مش اكتر. وبعد كده عملنا تريننج للايه، بعد كده عملنا تريننج للموديل، وبعد كده عملنا ديفاين للكونفيوجن، كونفيوجن ماتريكس. طبعا الكونفيوجن ماتريكس دي انا بستخدمها عشان اجيب يعني لو حد مش عارف الفولس بوزيتيفز والترو بوزيتيفز والفولس نيجاتيفز والترو نيجاتيفز، وهي بتبقى زي مؤشر كده انا الموديل بتاعي عمل ايه، يعني الموديل بتاعي قادر ان هو يطلع فعلا الحاجات او الكلاسز مظبوطه ولا لا. والسي فار 10 زي ما انتم شايفين هي فيها الكلاسز دي، فيها الكلاسز دي بس. فهي كانت بس هو يعني يعتبر بروف اوف كونسبت على او تطبيق، يعني بروف اوف كونسبت وفي نفس الوقت تطبيق على الايه الالكس نت. طيب ايه تاني؟ وبعد كده طبعا هنا البريدكشن اكيورسي سكور 0.4، وهتلاقوني برضو حاطط requirements دوت تكست عشان لو حابب ان انت تكرر نفس الكود بتاعك على الماشين بتاعتك، تقدر ان انت تانستول الديبندنسيز اللي انت هتحتاجها جوه فيرتشوال انفايرمنت، والكود يطلع معاك بدون اخطاء عشان لو عدى وقت او حاجه ترجع تعمل ران الكود تاني، حاجه تضرب منك او كده. فانا حاطط الريكويرمنت في الدوت تكست يعني جوه الجيت هاب ريبو برضو. فبس دي كده الشرح بتاعنا، وان شاء الله نكرر برضو الموضوع دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.